رجعنا مع عبدلي. رجعنا مع عبدلي شو تايم، لكن رجعنا مع حاجة حلوة برشا. اليوم باش نحكيو على قصة نجاح، على حكاية عندها أكثر من 33 سنة، من عام 87، وهي تعطي فينا في سر الحكارات، في سر البنة، وفيانة الكوجينة، وريحة الماكلة البنينة. باش نحكي لكم اليوم على توماد دو كارتاج. تفرجوا في الفيديو ونرجعوا. صحيح البنة يديت، أما التصنيف يقعد سر وحكارات، وحرة البارح واليوم بتوماد كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنة. توماد دو كارتاج، الماكلة يديت والبنة حكارات. توماد دو كارتاج اللي هي من منتوجات شركة الفلاح، اللي هي موجودة في الوطن القبلي وتحديدا في تكلسة، بدايات تونسية بخبرة سنين، معمل فيه أحسن المعدات العالمية، باش يودونا بطماطم دوبل كونسنتري الكلها فريشكة ما غير حتى إضافات، حمرة تللش، والصنافة الكل يحبوا الطماطم ما فيهاش قروسية، هذاك علاش يحبوها الصنافة الكل. واللي شاف الكبار اللي في تونس واللي معانا واحد منهم، تحية خاصة اليوم باش نشوفوه، رامي العرفاوي. رامي العرفاوي ما أثرش ساعة، مرحبا بيك شيف. سمحنا، شرفنا حضورك هنا، زيد يعطي مصداقية أكثر للبرنامج وللبرودوي هذايا. اللي نحب نعرف معاك علاش الصنافة، وعلاش اللي شاف لي كيفك والشوا نتاع الطماطم هذه أولا. والله أكثر حاجة نحن نستعملوها اللي في تونس، معناتها ديجا تعرف ماكلة تونسية بازية على التومات، معناتها يا طماطم حية يا طماط كونسونتري. طماط كارتاج عملت لنا ميلونج كامل، واللي أنا لقيت راحتي زادة في خدمتي معاها. أنا معناها كأمي صنافة وكمرتي طيب لي، وزاد انا مسؤول على فضاءات اليوم عندي ريستورونات، معناها نفهمه. ومشكلتنا ديما الطماطم الباهيه ولا الطماطم الخايبه. اكيد دوبل كونسونتري، زاد لو فيت اللي فما طماطم تبدا تلمو خفيفه، ترسيلك حتى تشطر حكه ولا حكه كامله باش تعمل صوص. اكزاكتومون، هذه ما تسحقش هذايا، معناتها باش تستعمل برشا طماطم ديجا تعطيك لا ليزون، معناتها تخرج الصوص اوموجين، يعني عاقده ما غير ما تسحق حتى شيء. ومنتونسي ايكونوميك في عود. مثلا انت في الشر قداش من حكه طماطم اقل كلام. فما شكون زاد يستعمل الطماطم باش في باله قد ما يزيد الطماطم قد ما يزيد الكولور نتاعها. الركي هذه تنجم مثلا تحكار نتاع ثلاثه من الناس تعمل ثلاثه مغرفتين بهين تعطيك الكولور اللي حشتنا بها. معناها لا كولور اللي حشتنا بها كالحمراء نتاع الطماطم هذيك موجوده. بالضبط، كل شيء ناتشورال، كل شيء معناتها طبيعي. وهذا علاش انا اخترت ديما نستعمل كنتم كارتاج، على خاطر في خدمتي تعرف الخدمه كوجينه، وانت معناها عندك فكره على الخدمه هذه، اللي معناتها الغلطه ما تتسمحش الغلطه. exactly. في الكوجينه، ما عندكش ترجع لك الكل اليوم يرجع. وماكلتنا التونسيه بازا حاجه خايبه في الطماطم بعد ساعات. نحن نتغدروا، واللي ذا مهما كانت الطماطم مهما كان سومها نبدلوه. القروسيه خاطر كي تبدا فما دوبل كونسونتري وتبدا حمراء، القروسيه ذيك حتى الراجل في داره يهز، حتى الوليد يقول لامه يامي قارصه مهما كانت، ومعناها تصرف على مقارونه وتصرف على عجه وتصرف على صوص كامله تلقاها قارصه. فما شكون يستعمل الطماطم بنواحة ويقعد يرقع في معناتها يستعمل اضافات باش يزيد مثلا السكر كان فاتت عليه ولا يزيد في اللفاح، هذه ما تسحقش. طومات كارتاج ما تسحقش باش تستعمل اضافات، ما فيهاش اسيديتي اللي هي الحموضيه اللي يقولوا نحن القروسيه بلغه الدارجه، ما تسحقش حتى شيء لخاطرها معموله بدقه. وبالحق راهي ساعدتني في خدمتي، وتعرف انت والدومين وتعرف معناها الحاجه. لا مادام شيف يمشي للطماطم هكايا ويتحمل مسؤوليه الطماطم هكايا، معناها مساعدته على اكيد اكيد. ما هي زاده ما عملتش كان طومات كونسونتري، عملت الهروس. هاي الهروس مهم برشا، يعطي يعني امتي جو فيمي هكا في الماكله ويبننها. هذا الهروس معمول على الفاسون تاع الحرايط، معناها في تابلو كرويه وفي ثوم. انا ديجا هذايا ساعات كيما نلقى ما ناكل نحط شويه زيت وناكله ديريكتومون. الهروس يتكل زيت، زاده يتعمل مع شويه زيتون، زيت زيتونه يتكل. وزادتنا زاده عملت لنا طماطم بالثوم والبازيليك، طماط بولي معناتها كيما تشوفوا دي، معناها تنجم مثلا باش ما تحبش تستعمل طماط كونسونتري تستعمل طماطم حيه وتحط معها شويه فحات نتاعك، ومعموله بالبازيليك وبالثوم وفوحه حاضره باش، معناتها اللي يبدا مزروب ما عندوش وقت باش يطيب ولا ديجا يحل الحكه يصبها تسخن يفوحها شويه ويعمل يصمت المكرونه وديجا تكون حاضره. وعملت لنا زاده الصوص بيتزا. صوص بيتزا حاضره باش زاده كيف كيف، جوست تسخنها ولا تحط العجين وصب على اكزاكتومون، تحطها ديريكتومون وتحط في الفرن
وعملت لنا زاده لي كونفيتور اللي انا باش نستعملوا بعد في الديسير تنوريكم كيف. الطماطم هذه كلها ولي كونسونتري والمنتوجات هذوما كلهم اللي نعرفوا انا وزيد تاكد لي انت لي برودوي كارتاج كلهم يتمتعوا بفالور كبيره على الاخر معناها فالور انترناسيونال انترناسيونال. وكما تشوفوا معناتها احنا زاد سياحه في تونس بازي على الماكله معناتها الناس الكل تعرف الشيء هذايا سواء داخليه سواء خارجيه. وكما قلت لك اون با دروا ليرور دونك لازمك ديما تختار الماتير بريمير الباهيه والكاليتي. يعطيك الصحة والله محليك عجبتني هكا فهمتنا بطريقة باهية برجوليه طيب لنا هكا شهيتني معناها ذا بيا ليميسيون كلنا عندي وهنطيبوا اليوم مش لازم علاش لا علاش حتى لي زانفيتي تنجيبوهم لنا مرحبا بك طيب لنا دونك اليوم باش نعملوا تالياتيلي بولونيز لا فاسون ايطاليان اللي هي برشا عباد يعملوا بولونيز يقول لك في السوستومات الحام مفروم دونك هذايا فيها الحام مفروم فيها البصل فيها الكورجيت فيها السفناريا وفيها الرند ثوم وتنوريو الطريقة كيفاش به. اول حاجه نحطوا شويه زيت ولا باش نقليوا شويه بصل وطماطم نتاعنا زاده الحاجه الباهيه فيها ما تسحقش باش تقليها برشا خاطر ما فيهاش قروسيه دونك اغلبيه الناس ديما يقليوا الطماطم برشا برشا باش يهربوا من القروسيه يهربوا من القروسيه تحط الطماطم طول على روحك بالضبط تحط الطماطم نتاعك ديريكت ما تتفهم علاش انا عملت الديمارش هذايا باش من بعد ما نقعدش معناها نقلي وكل شيء البروف معناتها اللي تذوقها ديريكتومون فوالا توا باش نستعملوا شويه طوماط كونسونتري هي تاع كارتاج ساهل اون بليس تقعد تحل بك الوحده تاع عرفتك اللي بالمقص تاعو في لسانك هكا مع هذيا مسهلينها بالمقص تاعو في لسانه عرفتوها هذيك هذي مسهلينها على الاخر للعبيد الكل باش هكا ديجا تحل ما تسحقش حتى باش تحل حتى حاجه ورينا اللون نتاع الطماطم ديجا ولا تنجموا تشوفوه شوف تبارك الله احمر هكا ما غير كولوران ولا ما غير كولوران وما غير حتى معناتها اضافات باش حتى الكونسيرفاتور معناش معناتها لي بروجي تاع كونسيرفاسيون وكل شيء دونك صحيه على الاخر صحيه على الاخر وهذايا علاش لا بروف اللي انا ما نقليهاش ديجا الحراير قبل ما يقليوش الطماطم يتقع تعمل الدنيا تفوح تحط الطماطم نتاعها ومن بعد ديريكت ما تهبط في الماء هيا باهي باهي نخليك تكمل انت امورك انا خنذكر باللي برودوي اللي عندنا هريسه هريستينا بيسير هريسة معناها حارة عنا طماطم دوبل كونسنتري عنا زادة سوس بيتزا عنا سوس ماتالاي عنا الهروس عنا الهروس هذيك مهمة برشا هروس العربي وعنا تومات بازيليك زادة وعنا تومات بازيليك وعنا سوس بيتزا وعنا لي كونفيتور وعنا الانواع نتاع المعجون الكل هنا مشماش من المشماش كرموس فريز وزاد سفرجل كل شيء موجود وحتى زاد فما افونتاج باهي برشا اللي هو السكر نتاعهم احكار معدل. هاي باهي خارق العاده تحيه خاصه ليك شيف نخليك تكمل تحيه خاصه للمعجون طماطم كارتاج هاني في بيرو يا صاحبي مرحبا تحضر الماكله عيط الله يبارك وتوا كيما كنتوا تشوفوا طماط لي برودوي طماط دو كارتاج اللي يعرفهم ما يبدلهمش واللي ما يعرفهمش ننصحوا يجربهم ما يندمش ومع طماط دو كارتاج الماكله ايديات والبنة حكرات وتوا يجي وقت الربح مع طماط دو كارتاج اي نعم وقت الربح مع طماط دو كارتاج خليكم معايا ركزوا معايا مليح ادخل على الباج فيسبوك كارتاج بوانتينا وادخل على الباج انستغرام كونسيرف كارتاج بارتاجي الفيديو هذيا تاغي صحابك على خاطر الربح ليك والعزاز عليك باش تربح حولة عام كامل من طماط دو كارتاج مع طماط دو كارتاج الماكله ايديات والبنه حكرات وتوا خنشوفوا الشيف وين وصل لا يا شيف شنحوالك وصلنا حتى للديسير جمله واحده بيان سور ثم الكرتاج خمد فينا في كل شيء فما الديسير وفما الحار وفما الحلو كما نقولوا نحن باهي انا توا باش نذوق المكرونه والديسير نخليهم بعد هذاك واضح تفضل
ديجا وحدك وحدك تعطيني رايك وتتحس بال اهو ايش حاجات اللي باش تخليك ايش خاطر رفيع عمل لك من قبيله وشميش ايش ايش ريجي ميجا ريجي نعم اسكت قول اسكت كمي بسم الله ديجا ما حبش لازمك تدوم قاعدة الدنيا كلها تيريج مش تاكل مغرفتين معناها كل ياسر مانكان انت تيريج مخاطر عيطولو في فيلم مانكان هو وش اسمه دره زروق ودره قالت عندي شرط اضعاف يعطيك الصحة شيف صحة وفرحة يعطيك الصحة يسي يسي مش ريجيم ابدع من امي والله ابدع من امي خل نذكركم بالجا ادخلوا باس وسع بالك ادخلوا باس فيسبوك كارتاج بوانتينا ولا باش انستغرام كونسيرف كارتاج بارتاجيو الفيديو هذيا تقيو اصحابكم باش تربحوا اصحابكم والعزاز عليكم وتربحوا عوله كامله متاع عام كامل من طماط دو كارتاج كيما قلت لكم طماط دو كارتاج الماكله يديات والبن حكارات عربي يزي صاحبي بر امشي بر فاصل ثم نعود خل نكمل ناكل تفضل شيخ صحيح البنيديات اما التصنيف يقعد سر وحكارات وحره البارح واليوم بتومات كونسنتري دو كارتاج تجمعهم البنا تومات دو كارتاج الماكله يديات والبنا حكارات رجعنا 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 مع عبدلي رجعنا مع عبدلي شو تايم اليوم قبل ما نقدم وظيف يعني فنان كبير ويحبوه التوانسة فنان شعبي وهذه من مهام أهو نحب نقول لكم اللي قبل الفن وقبل الجو نحبكم زادة تكونوا كي تتفرجوا فينا رابحين إيش باش تربح وانت تتفرج فيا اليوم باش تربح كرهبة جديدة قمقومة دلولة كيفاش تربحها سهل ياسر تبعث حرف آ على 85-899 إذا مشاهدينا الأعزاء أحبابنا الأوفياء نستقبل معا بكل حب نجما حتى أسمه بحروف من ذهب في سماء الأغنية الشعبية التونسية متواجد بامتياز في الساحات الفنية منذ أكثر من 3 عقود بإنتاجاته الكبيرة وأغانيه الشهيرة التي نرددها جميعا إلينا وليكم سفير الأغنية الشعبية التونسية بل عراب الفن الشعبي التونسي النجم والسوبر ميجا ستار الخطير والحريف سمير لصيفة اهو منور يا كبير ابو سمرة Yeah.
سمير شكرا، مرحبا بك سمير، تفضل. سمير لوسيف، مرحبا اخويا، شنو احوالك؟ مريولك ممسخ بالدهن ولا بيه؟ كنت تعمل تبع الديكور. تبع الديكور. سمير شنو احوالك؟ شنو هي جوك؟ شده في الله ولله الحمد. في فورما؟ الحمد لله ولله. باهي امورك؟ شده في الله. باهي سمير. سمير اليوم لوسيف اللي بحذانا أسطورة من أساطير الفن الشعبي في تونس، من الثمانينيات لليوم شهرتك ما نقصتش، ما زالت أجيال لله. تسمعك الحمد لله، جيل ورا جيل، والغنيات ما زالت مسموعة محبوبة كأنها تغنيت اليوم، فما برشا فنانين طلعوا معك فرد وقت كانوا موهوبين زادة ما ننكروش، لكن تنساو ما قعدوش، واليوم سمير لوسيف نلقاوه ما زال موجود مستمر والرصيد متاعك كبير، لكن في نفس الوقت فماش برشا جديد. والله لطفي خويا حتى انتاجك قل برشا في السنين الاخرى ومن توقعات محبوب، هذا الغريب. والله الحمد لله، واحد تقول نعم نعم من عند ربي، هذيك حاجه. والحاجه سنين والله عندي برنامج ان شاء الله باش قاعد نحن يتابع على النهار هادي، وان شاء الله فيه الخير والرضا، ربي ان شاء الله يسهل فيه. اش معناها باش يتيب على نهار هادي؟ والله هذيك الفرصه اللي فهمتني اللي معاها يا سمير، سمعت انك فما كان ريبريز تاع غنياتك القدم هكا باش تعودهم بطريقه جديده. والله الاقتراح هذا اقترحته على اخونا الاستاذ هشام الخديري، فهمتني، كانت عنده نظريه اخرى ما قري صافي، فهمتني، بعض من الفنانين كما خويا فوزي وكما غيرهم وغيرهم، فهمتني، عمل فهمتني حاجه اخرى، في لوك اخرى، لوك جديده، فيرسيون اخرى نقولوا نحن بلغتنا احنا، فهمتني. قعدت هذه الحكايه عند اخويا هشام، جا مقترح اخر فهمتني باش نتعامل فيه مع سهل ربي ان شاء الله بقدره الله مع اخونا نبيل الكارتي، كيف عندنا شكون من وزاره الثقافه درنييرمون وقت مشيت غاديك، والله يقولوا سامحني نسيت اسمه، كذلك عندي قطعه باهيه فهمتي باش يلحنها لي خونا لطفي بوشناق. فما معناها سمير موسي زوز اسامي كبار كيف حكايه باش يتعاملوا مع بعضهم، ولطفي موافق، معناها دخلتوا في لطفي بصدر رحب وقال لي ماذا بيا نعم اللي علي وتقي على ربي. تحيه خاصه لصديقنا وحبيبنا لطفي، يا غالي يا معلم. اه فما معزه خاصه بينك وبين لطفي بوشناق؟ لطفي بوشناق مدرسه تونس، لكن وفي الاخلاق وفي كل شيء، فهمت، انا عندي بيه كونتاكت، انسان طيب ياسر، انسان خلوق، انسان فهمتني يشجع، تراش من ترى منه كل حاجه الباهيه. برشا ما يعرفوش اللي لقب لوسيف، سمير لوسيف، اللقب لوسيف ماهوش لقب نتاعك الحقيقي. لا مش لقب نتاعي الحقيقي، لا لا لا، اسم فني. اسم فني كيفاش هذا؟ فهمتي هذا قبل ليبوك وانا صغير كنت من ديما في الحومه مشاكس ياسر، فهمتني، شو مشاكس ناركل ونضربك ونغني، فهمتني. كي كنت تعمل بعمايلك زاده مش لا والله العظيم، لا والله العظيم، لا لا انسان سلمي ياسر على الاخر بكل. كنت فهمت عيط لي فما خالتي الزهوميه ذي الله يرحمها، هي في دار الحق ونحن في دار الباطل، ديما جيت تحت دارها فهمتني تغني نضربك بطاسه باش تعمل، تقول لي روح يا ولد لوسيف. انا عندي معلومه من قبل ما تكون اسمك سمير لوسيف كانوا يعيطوا لك سمير الدزيري، كنت تغني برشا راي. والله مش كنت نغني برشا راي، كنت انا صحيحه ولا غلطه؟ لا صحيحه صحيحه سي سبري بالحق، في الوقت هذاك فهمتي كنت نغني برشا لل. قداش عمرك تو نحكي وقتها، قداش عمرك عيطوا لك سمير الدزيري؟ في العشرينات. داكورد. العشرينات فهمتني. منين جاك الاسم هذا الدزيري؟ كنت قبل لكن ديما فهمتي مغروم، فهمتي كان عندي واحد صاحبي فهمتي والله طال عليه العهد، كنا نخدموا بعضنا في شركه. اش خدمت؟ كنت نخدم في لوفيس دستريال في ديوان الحبوب. داكورد وي. كنت نخدم في ديوان الحبوب، دخلني بابا
ان شاء الله ربي يفضله، ان شاء الله ربي يشفيه، ان شاء الله ربي يخفف عليه، ربي يخفف عليه. فهمتني؟ عاد عندي صاحب اسمه سعد الله، كان ديما يغني تزيد هيك غرم لي هو، كانت عنده غناس فهمت هي قديمه برشا، فهمتني؟ تراث تزيري. فاسمع يا رايح للبلاد سلمني على الحبيب، بقول له رايح للبلاد سلمني على الحبيب. غنيت مزود من بعد في تونس، غنيت صبيتها انا. اي انت غنيتها؟ انا غنيتها. اي فوالا فهمت. يا رايح للبلاد سلمني على الحبيب، قول له وحشك طار، ناروك في القلب الغيبة، والفرقة والميعاد خلوه في، والفرقة راي صعيبة، صار المجاني رقاد، لنفع طبيب ولا طبيبة. مش شخصيات اللي كنت متعلق بهم انت صغير، رجعت صغرك شوية أنا خاطر محاضرك ناس كل يعرف. ممتك الله يرحمها هي اللي ربيتك بعد ما توفيت أمك. أنا ما عدتش من بيت، عدت لجدي. أي جدتي هذيك، عدت لجدتي. كانت ديما كانت مرأة ذامرة، كانت مرأة ذامرة على الأخر بكل، فهمتني؟ أنا أصل حتى من بيت بحذاها، حتى أنا كبير فهمتني. وعندك معاها برشا طرايف في برتمان النصر. أي نفة. أه لا 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 رزيت على جدة، ما زيت سكنت في حي النصر. هزيت كنت باش تقعدي بحذاي. فهمتني؟ هيك هاو أنا واحد باد، ضاغط وين جايبني هنا؟ قلت لك بحذاي عجبكش. اختانا من الدار مو غاديك، أنت وقت تستاهلش أنت الدار غاديك. سيدي جا وقتها أمي المرحومة توفيت، فهمتني؟ الله يرحمها. تعيش وترحمك هاو. نمشي معاي. فخذت لي جي 5 تاع الصباح. فهمتني؟ بديت تسب فيا اللي بيك لا عليك. وين نفتي؟ قلت له خلينا في الناس اللي بيعرفوا نفه هنا، انا نفه تحكي عليه. ويشد المونك. نكلم صاحبي فك الوقت هذاك، نكلمه بشير تب هذا الله يرحمه زاد كيف كيف وتحومتي خويا. قلت له تو تجيني. مامتك تشم هي وقتها؟ تشم اي. تصدقات. ياك هو. جاب باش يشبيك. قلت له بديت تسبح اسيرو. قلت له برا مشي روحي، اش تحبي الهم بري برا مشي روحي بري. هز عاد بشير فهمتني، شد الموك نتاعك النفه ما تحط في فمها وتشلت وحدها فهمتني. الله يرحمها على كل حال. به ديما نكتشفوا فيك حكايات جديده. المثل مثلا هذه عملنا مع محرس حسني في فقره غرام ستار. اي طلعت مغروم بالبوكس. نتفرجوا في غرام ستار ومن بعد نحكي لحظه. تفرجوا معناتها عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من غرام ستار. الانفيتي متاعنا اليوم في الظاهر هو عاقل برشا، أما من داخل مشاغب وضحك وبليد برشا. هو فنان شعبي غنايته معناها ضاربة بارتو، أما زاد الغرام متاعه زاد حاجة إكسترا أوردينير. دونك تابعونا اليوم باش نشوفوا سمير لوسيف وشنو الغرام متاعه بالضبط. تو شنو معناها ناكلوا تو نرتاحوا بعد نمشيوا نشوفوا الغرام ولا كيفاش معناها؟ خاطر ماكلوا من بعد سبور لازم على الاقل سويعه من زمان. نعملوا تحت امور هذاك نعملوا شوية من بعد نقصدوا راه مريقل صح؟ تو سمير الناس الكل يعرفوك معناها فنان شعبي ما شاء الله، معناها غنيتك قلب الدنيا معناها، فهذا لا يختلف فيها اثنين كما يقولوا ما شاء الله الحمد لله. اما فما حتى واحد يعرف اللي سمير عنده غرام اخر بالبوكس نحكي ونحن الغرام بالضبط لازم نحددوه. اي بوكسين فهمتني الغرام هذا عندي توصل فيه ممكن فوق من 5 سنين. قبل كنت نتفرج في الدخول الاربع تاع الصباح اللي فوق فهمتني، وقت كنت عدى مخبرك لا فهمتني نتفرجوا فيه. ناس كل كانت تونس كامل بالبلدان العربيه كل فيك الاربع تاع الصباح باش تتفرج محمد عليك الله. من بعد المرحوم الله يرحمه في دار الحق تحت دار الباط فهمتني، جا تايزن فهمتني ما نسالش محمد عليك الله. مي عمل حكايات ما اقوى من محمد عليك الله. هذاك بزيت تغرم بحكم ما كنت في تونس جيت هنا فهمتني، تعرفت على خويا صاحبي فهمتني غير راجل فهمتني عامل فهمتني انا تاريخ فهمتني رجعك للغرام نتاعك رجعني فهمتني ها واش تعمل وكذا وكذا. قديش ماخذ لك من وقتك الغرام هذا؟ ساعة نجي في النهار نعمل سبيعة وربعة، وساعة نجي صباح وعشية هذا كل يوم ساعة نعمل نهار بنهار.
كي تبدا مثلا فما خدمه نبدا فما خدمه فما تمشي نخدم نروح مخر شويه فما ما نمشيش نمشي امضغط طيب زلت معناها ماشي معناها في بريباراسيون بي باش نقص في ما عندي حتى شيء عندي ما نقصها ما تبيعتهاش شوف على الاقل تزيد على العظم انا بتبيع تزيد تزيد في الفوليوم تزيد تعمل بريباراسيون بي كيما تلزم دور سويت وكذا ايوا رمانيات ما شاء الله لا ترى من زاسات مش رمانيات من معناها اصدقائك الفنانين معناها نور اصحابك اللي مغروم زاد كيفك معناها وساعات تقبل انت وياك رمزي عبد الوهاب هاي يجي فهمتني يجي هنا تعملوا كومباك رضوان الفالحي ما شاء الله كيف كيف شوفنا سمير ما شاء الله تبارك الله عمل بريباراسيون بي وزاد خلط عليه زاد فهمتي كبوكسور صحيح اللي هو رمزي عبد الوهاب باش نعملوا تورنوا ونشوفوا شكون بيان سور اللي باش يربح فهمتي من غير بروفوكاسيون من غير بروفوكاسيون من غير بروفوكاسيون الاولاد من غير بروفوكاسيون لا 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 صلي على النبي مش تو فهمتي هذا كله في الرينج دونك هاي الاولاد تو يا مربي فرطوا خد او ساعتي بوري يا سيلو سمعت راهو بحذا رمزي ما شاء الله رمزي هذاك ديما خويا ديما الميه ما ترينيو مع بعضكم ديما لهنا اي اكيد جماعه اخونا صاحبي موسى بيان سور وصارت حفوره فورستار هو بار هذا هو عشيرنا مالي خونا كل شيء دونك ديما لما مع بعضنا واصحابنا وني كليك مالي هو لازم تسلو على التيب نتاعو بعد كسكسي وعلى الدنيا والمريخ خلينا في البوكس هو مغروم صحيح اي اني با بروفيسيونيل اما كي لقاو فرصه ومع اصحابنا اللي كلش البعيد بيان سور أكيد نعطيه معنا وكل هذا صرحنا فيزيك اللي نحن شوية رمنا بالليل وكل غنية طن غنية ونحن معك وتبدأ كلنا هو يعرف إيش نحب قاضي الأحكام قاضي الأحكام أدخل أنا معك يا قاضي الأحكام نشكي لك كي تمع الأيام طويلة أطفى علي بجميلك زعما يقومش بختي ليلة يا قاضي الأحكام نشكيلة شوفوا سمير غدو حي نجم يعمل لك مثلا دي سال دو سبور يعني فهم جماعه ولا يدخل في دي كومبيتيسيون ولا يزيد يتفرغ اكثر للبوكس ولا جست خليه غرام على جنبك لا يبقى غرام على جنبك هاو فهمتي اول حاجه فهمتي كل حاجه عندها 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 ناس والله على ذكر الكلام صدقني انا عندي ولدي يوسف ان شاء الله ربي يوفقه فهمتي في 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 السبور نتاعو سواء في مستوى البوكس ولا فهمتي ولا في الفوت اما حكايه هذه فن شعبي انا نقول لا بابا وياك ثم وياك ما حبش خايف ما تخرج من خل عبده نعبده كما هنا نعبده كما هوني نعبده كما هوني يا سمير نورتني
ما حبيتش ننزلك راه برشا راهم بكري خاطر معناها كوميم فما فريق العمر وفما معناها سامحني مانيش فرد كاليبر مانيش انا في الوزن الريش انت في برشلونة نوبابة دونك سمير محليك ومحلى غرامك نورتني بالنسبة اللي تفرجوا فينا كل ان شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم مع غرام ستار سمير لوسيف ان شاء الله نتقابلوا الحلقة الجاية مع غرام جديد وستار جديد والله خير مازالت البركة سي سمير مازلت ترينا ومازلت تبوكسي والدنيا غرامك هو فهمت ما مانيش اختصاصي مانيش من اهل البوكس المهنة دي عندها ناسها فهمت مي صحابي غاديك فهمت سي ديجا الفضل يرجع له هو فهمت صاحبي موسى فهمت اللي هو ديجا في الميدان هذا عم بوكسينغ كذا فهمت قال لي ما دام قاعد ايش يا خويا ترينا نمشي بحذا فهمتني وزاد شجعنا الولاد كل مع بعضنا علاش سمير لوسيف لليوم ما عندوش شان يوتيوب كي المغنين الكل يحط فيها اغنياته وعلاش اغنياتك مفرطه عند العباد وانت بشان يوتيوب يستفادوا منك غيرك وشان يوتيوب تنجم تدخل منها الملايين والله كلامك صحيح خويا لطفي الحاله الوحيده فهمتي ابكي على اللي كنت نخدم معاه نورمالمون انت ما عند جير نتاعي وانت فهمتي اللي لاهي بيا انت نورمالمون انت القيمه بالدنيا كل كيما عباره فهمتي تلعب في جمعية عندك كنترول ناري حضرك فهمتي هيئك في كل الحالات في كل بارتي نتاعك فهمتني هيئك بالنسبة كنت تخدم معاه كان مع البالوش فهمت لا علينا في ذكره فهمتني سيدي جا عندي صاحبي وخويا زاد لام عليا زاد أخونا حسن قال لي تعالي ايش تو انت فهمتني تبارك الله عندك رصيد فني كبير برشا علاش ما تستغلوش كيما تستغل الناس في بالك غنياتك عاملين ملايين دي فيو معناها برشا فلوس قاعد تضيع فيهم قاعد غالي برشا فلوس تضيع فيهم فهمتني وقت جاتش الحكايه هذه فهمتني كان هو حارس عليا اكثر من التصور في مخه قال لازم اعمل لك شان يوتيوب من بعد اقترح عليا فهمتني اخونا سليم الهوش فهمتني جا تعرفه عندك بيه معرفه ديجا مثل معاك في المسلسل بوليس هذاك فهمتني هزني لشكون فهمتني باش يعملوا شان يوتيوب باش يتلهوا بيا فهمتني باش يعملوا صفحه فهمتني جديده وكذا وان شاء الله الخير فيه الخير الخير والرضا معناها عن قريب باش نشوفوا شان يوتيوب لسمير لوسيف به انت برشا فنانين تذمروا ويقولوا انه سمير ما يحبش شكون يعاود له اغنيته والله يا خويا لطفي فما شكون حتى عرض عليك فلوس ورفضت انت والله انا مشكلة مادة رفضت فهمتني في برشا قطاع رفضت فما شكون اللي غنى لي غنايتي فهمتي وعملها ديجا عملها فهمتني على البحر وكذا ومغني فهمت تسهر عينيك رباني مش عارف شنو كذا وفاهم الرياح فهمتني من با حتى باش تهز تليفون باش تكلمني فهمتني انا ما وحتى كي قابلته بعمري ما عاتبته لا جامي دلافي عاتبته قلتلوشي على الموضوع؟ والله اللي جبت له قابلت انا وياه مره واثنين وثلاثه جامي دلافي جبت له حاجه بركه فهمتني كلمكش هو قالكش راني غنيت غنيتك لا الدنيا لا لا, لا 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 هو ظهر لي كل سهريه يغنيها غنيتك كيف يحب هو يقلقك انت انه يغنيوا لك غنيتك شباب جديد طالع فما تستشير انت بنصبك خاطر باهي نقولوا نحن قلقني لو كنت باش تتلجا انت القضاء شنو باش عمل القضاء؟ شنو باش عمل القضاء؟ ثلاث سنين هو شاكي بيه صالح فرزيت شنو عمل؟ شاكي بصالح فرزيت انت؟ مش انا شاكي صالح فرزيت شاكي بيه هو انا مش كيت شاكي اه دكورت لا شكيت ولا تكلمت اخوي قلت له فهمت حتى كي عرضني على السلامة على السلامة على السلامة اكثر منه ولا ربي يعاونك هو تجي حتى بصوصه يخدم غاديك فهمت ربي يعاونك اكثر منه ولا فما خبر غريب شويه عملوا كلموك ذا فويس سينيور باش تشارك معاهم وانت رفضت ولا رفضت في حكاية ديفايس فهمت رفضت بعد ما رفضت ندمت ولا قلت علاش ليه فهمتني ما عندي عم ناول فهمتني جات عندي التزامات فهمتني واتصلوا بي وكلموا حتى وكيل عمالي فهمتني أنيس ترابلسي كلموه دفوا وكلموني حتى من بيروت فهمتني مرة دي زاد عاودوا كلموني كلموا أنيس عطيني اللاج تاع المر نتاعو شنو السي في نتاعو وكذا كذا 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 بعث لهم فهمتني ذا فويس هذه ان شاء الله يكون موجود من جمله معناها نجم نراو اليوم سمير لوسيف ذا فويس تقبل تمشي بيان سور كي عيطوا لك قاعد غاليك شنو ممثلتوني تعطيك اضافه بعد الكارير هذه الكل
بيان سور تعطيك اضافه لي انت انسان فهمتني ناس اعطت فيك ثقه وعيطوا لك للليفاش هل كارير عربيه معناها يحلم سمير بكارير انترناسيونال عربيه علاش لا هذايا طموح كل مطرب فهمتني طموح كل مطرب يتقبل الفن الشعبي بتاعنا لبرا مثلا تتصور انت صار ولا مش مثل روحي برك انا مش مثل تونس كل تصور انت لبنانيين صاروا يسمعوا في المزود خليجيين والله يا سيدي على ذكر الكلام اقسم بالله وقت البارح فهمتني دخلت بحد اخويا سليم صدقني اقسم بالله والله معاه صاحبه فهمت معاه واحد مصراوي مصراوي دخلوا قالوا هذايا اللي خلي ميمتي الغاليه دسم الوصيف بالله انت كي حكيت على ميمتي الغاليه ما نجمش نجيبك وما نطلبش ميمتي الغاليه امبوسيبل حتى بالميكرو كاو ما نجمش بحذايا سمير لوسيف ما نطلبش منه يغني لي احسن غنيه نحبها في حياتي ربي ان شاء الله يفضل كل ام وان شاء الله يرحم كل ام الله يرحمه وهذيك هي الدنيا دنيا تربي كاو واحد ما العزيز الله كاو ربي ان شاء الله يرحمهم وينعمهم وربي يعطيهم وقت طيب كاو يا ليل لا ليل يا ليل يا ليل يا ما ويا ما يا ما ويا ما يا يا ميمتي الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق مشتاق بعدك يا عزيز علي الأيام لعبت بي وكواني الفراق دمت على ذا الحال دمع السيا دمت على ذا الحال دمع السيا حرق الأشواق حرق الأشواق يا أما خويا خمسة وخميس عليك كي نسمع صوتك ما تبدلش جرام صوتك مازال فما ناس راهو صوتهم يكبروا هكا يتيح شويه درك كيفاه الحمد لله ولله الحمد الحمد لله باهي سمير من طرائف اللي في قالوا لي انها صارت لك باش بدلوا جو شويه مره في عرس خلصت زيت خلصت شنو خلصت؟ زيت خلصت انت كيفاش تخلص زيت في عرس؟ ايش تحب تعمل؟ مشيت نخدم وكاو غير انا نعرف بوك ما بوك لا كيفاش بعث لي واحده 200 لتر تاع زيت 6 تاع الصباح جاي لدارنا هذه دار سمير لوسيف خرجت قلت تفضل شنو؟ قال لي طرف زيت هذا طرف زيت قلت له بتاع حومه كامله هذا يا صاحبي حاصل ومعهم دبوز عسل عاد انا قلت له شنو الحكايه هذه؟ قال لي بابا ريت اخويا الرجاله شو عملوا؟ قلت لك راه نعرف هذاك ولد بري راه حاصل جيت هزيت روحي وخدمت فهمتني؟ قهو وراني حاصل ديار الاولاد وكذا قلت ان شاء الله مبروك عليك ان شاء الله ربي يهنيهم فهمتني؟ قال لي ايش قولك في الزيت؟ قلت له والله يعطيك الصحه قال لي باهي قلت والله بابا يشكر فيك ويعاود والله على الكيف قال لي بالحرام هذاك ما تكلفش عليه تكلف عليه ب 2200 فهمت اللي كنت ب 1800 شنو قلت 1800 قال لي ب 1800 لتر هي قلت لك انا نجيب لي زيت اخويا 200 لتر باهي وقال لي العسل
انا عسل. قلت له انا واحد ما عجبكش شنو؟ قلت له يخدم معاش خلصهم زيت. لا قال لي باباك هو اللي قال. سمير انت من الفنانين اللي تذروا في الكورونا وي اللي خدم لحفلات شي راقد على بعضه مصاريف نعرفوا عندك نفقة مصروف الأولاد عندك قراية صغار كيفاش عام كيفاش عايش؟ والله ربي إن شاء الله يرفع علينا البلاء والوباء هذي. أنا متضامن مع أصحابي وإخواتي في مثل المطربين الفنانين الفنانات عازفين اللي قاع في الوتري وعلى مستوى الوتري ولا الشعبي كلها تضرت. ما ثماش حاجة قطاع في البلاد ما تضرش إذا كان أنت أعلى حاجة. إيه كيفاش عامل أنت؟ والله كيفاش عامل والله صدقني قسم بالله قاعد قول لأمه فهمتني باش تعيش باش تعيش في ولادك في عائلتك باش والله قسم بالله عندي طفطفة صغيرة قرشت منها تسلفت مع عند صاحبي حتى اللي ربي يحل أبوابها. معناها سمير لوسيف اليوم والله الفنان عندي. هذا المشهور النجم اليوم يتسلف اقسم بالله والنبي محمد ما ثماش حاجه ما ضربتش راهو الفن تضرب فهمتني القضاء تضرب تصور انت كنا احنا كتونس فهمتني هذه بلاد قاضيه فهمتني ام صغار فهمتني بلاد تحير في 30 مليون مش تمنع قاضيه ومن بعد قاضيه وخلط الطب مش مازال اخر الزوالي واللي يعلم به ربي هذاك فواكات وفواسيس مشى على روحه هذاك ساعة تردم. نحن الطبقة الوسطى ما عادش فما في تونس انساها يا تلعب خويا في البلافون يا لوطا فماش حاجة ما ضربتش في البلاد انت الأمني تضرب بالنس كل نس كل نس كل انت والمرة نسمع سمير لوسيف يحكي هكا كأنك فادد هكا ولا فادد انا يعجبكش كي تشوف انت حاجة بلاد كيما كي فهمتي انت فهمتي في كلمة نقول الحمد لله حوصلها فهمتي أنا مانيش معاه ما ننتميه حتى الحزب فهمتني أنت بعد ربك سبحانه وتعالى عندك خليفة في خليفة في الأرض تضرب مش مازلت تحكي نحن بلادنا أقسم بالله عندي من باك فهمت حكاية جمعة يا رب يشهد علي أقسم بالله قاعد مع صاحبي هكايا بالله نتفرج في سيكون نتفرج في الربط في باب السويقة وباب جديد وباب الخضرة والدنيا كيفاش كانت تصدقني نبكي اقسم برب محمد وراس وليداتي واني مربوح لنعرف لقسمي لاجلي نبكي. قلت له شبيك تبكي؟ قلت له نبكي على حال تونس حال تونس نحن مطربين مشينا ما انا فاهم بالك الناس ضعفاء الحال نحب نعرف لا غاز لا ماء لا ضوء لا وين ماشيين وين 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 انا بلاصه فهمتش نحن ذولي تستعمرنا من جديد نحن عاد خل تجي فرنسا خير تهزني شيء يدوخ شيء عم ناول جدا زيت بحذانا سمير وحكيت لنا على التعب اللي كنت عايشه بسبب الطلاق تعب وبعيد تعب بعد تعب على صغارك بالطبيعة امور خير شويه تو ولا والله لا اقسم بالله اسمع شوف الدنيا هذه واحد اسمعي راه اقول لك اسمع فهمتي المال والبنون زينة حياة الدنيا نحن جينا في عصر تو في الوقت هذايا فالكوفيد هذية فهمتني اقسم بالله لا عاد مال ولا عاد بنون اخي كي ما عندكش المال مين باش توكل البنون ماكش قاعد تخدم ما عندكش مواد رزق اخر تدخل فيه باش تاكل منه اخي كي انت كي تجي سكر لك عندك انت حاجه تسقط منها وعندك غيرك معاك فهمتني اللي هم اصحاب عائلات فهمتني وتسكر لك اللعب انت شنو باش تعمل انت بيدك يا صاحب محل تضر برسمك اذا كان ما عطيش انا فهمتي عندي فهمتي عندي حاجه مش يلزمني يخلصها اليوم كي ما عنديش باش نعمل معناها النجم تجيك اليوم محكمه تهزك خاطر ماكش خالص نفقتك فهمتني ماكش خالص في نفقتك لا ولا قاعد قلت قاعد اخوي ندبر في راسي منه ومنه فهمتي باش يخلصها فهمتي نجم توح داري واحد انا خي انا بركه وحل انا قلت لك شو التوانسه كلها واحلين قلت لكم مطربين جيش حرس قضاء امنيين كلها تفلي مع الدب اشكون اللي عنده سنين ميساج اللي تحب تقوله والله الحاجه الوحيده نحب نوصلها اللي هي اقسم بالله والله اللي نتفرجوا فيه ونشوف فيه في التلفز حتى اولادنا ما يتفرجوش فيه خير
كما شوف البارح فهمت عبارة سهرية في عرس في حدنا فهمت ضرب ومضروب مش عارف شنو كذا راهو مش معقول راهو وجهة تونس يزم يكون أفضل من هكا راهو خير من هكا يزمنا نكون يزم يد واحد ناس تتعارك على الكراسي وناس كل فهمت كل حد لاهي لاهي فهمت يخمم على روحه يا رسول الله راهو فهمت راهو 10 ملايين عباد و12 مليون ناس قتلها الشر يا ناس فيقوا باهي سمير راهو حرام راهو فما ربي في الدنيا وكهو سمير باش ما نفقدوش الامل باش نكملوا معاك ليميسيون ديما خاطر انت فنان كبير وكي تغني تنسينا في الهم هذا الكل سمير نسكروا معاك بغنايه بيني وبينك ايام طويله يمي ماني نسيك تفضل شكرا سمير نسيف فاصل ثم نعود ما في الغربة ماني ناسيك ما تغلبنا يما وشكينا حد حياتي يا عمري ومشيك بيني وبينك أيام طويلة يما ما في الغربة ماني ناسيك ما تغلبنا يما وشكينا حد حياتي يا عمري حتى حياتي يمي ما ونجي
دمعت عينيك تبريل جروحي نسيني نوحي نمسح لك يما دمعت رجعنا مع عبدلي الشو تايم. ونحب نقول لكم انا عندي بروجي نخدم فيه قاعد فرحان به برشا برشا سمعوا به جاسوس الجزء الاول من الجاسوس. لكن تلمو درا كيفاش تاقلمت مع الدور قليل وين تصير لي اني نقعد في الدور في حياتي تاقلمت مع الدور وليت حاس روحي جاسوس بالحق حاس روحي اجون سكري ونحوس ونلم في لي جادجيت ونعس هكايا وكيما كل اجون سكري وكيما كل جاسوس عندي لي جادجيت نتاعي والريق نتاعي كيما جيمس بوند كيما اي نعم اي نعم. ميرسي. به هوني في المالات هذيا عندي اقوى جادجيت والجادجيت هذايا ما يسلك هالي كان هو اللي من الببليك باش يطلع الجادجيت شنو هنا باش نخليه عنده يستعمله حتى اخر ايميسيون. تراه شكون فيكم مهف يقول لي عندي في المالات شنو الجاجيت اللي نجم يسلك هالي كان هو ويسلك هالك ليك انت زاد نوكيا 3.4 شكون قال ايجي ايش ما لا مهف ايجي اقعد اقعد ما تخافش ما نعملك شيء تفرجوا في فيتيار هذايا ساعة ونرجع ونحكي معك من بعد اوكي لك التليفون اللي عندي هنا اللي انت طلعته ما نعرفش كيفاش انت وقفت لي مخي اما التليفون هذا باش ندولك باش يوقف لك مخك نحسك اللي تفهم منها لونات كي تفهم لها في التليفونات بون عندي حاجات اخرين ما تنجمش تراهم هنا لكن هذا النوكيا 3.4 التليفون اللي ما يسلك هالك كان هو باش نخليه عندك تستعمله حتى لاخر ليميسيون واضح وبعد باش نعيط لك وباش تعطيني رايك في التليفون واضح؟ باش نرجع التليفون لا 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 باش ترجعه خاطر ما عندك وين تخرج من هنا. باهي صديقي ارجع لبلاصتك التليفون معاك وما تنساش النوكيا 3.4 ما يسلك كان هو وعينينا عليك حطوا عليه الكاميرا باش ما يفسعش.